رجعت البنط. جبت البنطة الكبيرة؟ ده طبعا وقت التشغيل بعد 4 ايام تشغيل. طبعا بنشوف الرجوع بتاع الزيت لكم الاثنين كومبروسور. الكومبروسور 30 حصان 2 ستيج، حقن 40 لغايه تحت الصفر، 40 تحت الصفر نفق يعني. بنوريك الفيديو في التشغيل وفي تركيب المكثفات. قاعد على الواجهه ومعمول لها تنده. الكمبروسات شغاله الحمد لله بكفاءه يعني. دلوقتي الدرجه تقريبا داخله في حوالي 28 او 29 يعني، بعد تشغيل تقريبا 9:30 اهو. فالحمد لله يعني. وامبيراته كويسه، امبيراته 22 تحت الصفر 21. طبعا احنا في مرحله الفينش في العزل وتثبيت المواسير والكلام ده، بس حبينا نشتغل عشان نشوف الدنيا فيها ايه ونوفيكم ببعض اجزاء تقريبا.